الكلمة اللي بتقولها بتوصل للقلب مباشرة. مسابي في ناس يا أخي بيحكوا 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 بيضلوا يحكوا حتى في النهاية ما يلاقوا شيء يقولوا. ومسابي كمان أنه الفرق بين الشفاه والمظلي الباراشوت أنه المظلي يجب أن تفتح لكي تنقذ الإنسان من الموت، بس إذا كان الكلام جميل والأداء جميل والشكل جميل وكلهم عم يطلعوا من شفاه مطربة كويسة وحلوة مثل منى مرعشلي، الأمور تختلف تماما. مالي ومالك يا هوى مالك.
انسى وربي يا سواد وعرف لعيونك غيار وتركوني مهب الهوى مالي ومال مالي ومال يا هوى مالي ومال. أم غنت فيروز هلا يا واد من 8 سنين.